ربنا يبارك له في قرشه، واللي عنده بركه في الصحه ربنا بيخليه يستخدم الصحه دي في خدمه خلق الله. اللي ما عندوش بركه حتى لو عنده كتير لكنه ما بيبقاش سعيد. والبني ادم عنده وشين، ربنا بيقول في القران ونفس وما فالهمها فجورها وتقواها. احنا لما بندعي بالبركه بقول يا رب اديني احسن نسخه من شخصيه شريك حياتي، اديني التقوى ما تدينيش الفجور. احسن واحد فينا واقربنا الى الله عنده استعداد التقوى واستعداد الفجور. خسارة بيقول لهم ما تتمرنوش على الخصام، قال لا يحل لامرئ ان يهجر اخاه فوق 3 ايام. حرام تتخصمه باليوم والاثنين والثلاثه يلتقيان. ساره طالعه من المطبخ زعلانه من احمد، واحمد قاعد عمال بيقلب في التلفزيون كده في الريسبشن. اول ما تطلع تودي وشها الناحيه الثانيه مش هصالحك، وهو يقعد يقلب في التلفزيون برضه مش هتكلم معاك، ويخلص الموقف على كده. النهارده وبكره وبعده سيدنا النبي لو عايش معانا يقول لنا يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. اللي يقول صباح الفل يا حبيبتي، صباح الخير يا حبيبي، ده خيرهما عند الله. فاللي عايز يروح عند ربنا اقرب الى الله واقرب للخصام. بيقول لهم ما تتمرنوش على الخصام، قال لا يحل لامرئ ان يهجر اخاه فوق 3 ايام. حرام تتخصمه باليوم والاثنين والثلاثه يلتقيان. ساره طالعه من المطبخ زعلانه من احمد، واحمد قاعد عمال بيقلب في التلفزيون كده في الريسبشن. اول ما تطلع تودي وشها الناحيه الثانيه مش هصالحك، وهو يقعد يقلب في التلفزيون برضه مش هتكلم معاك، ويخلص الموقف على كده. النهارده وبكره وبعده سيدنا النبي لو عايش معانا يقول لنا يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. اللي يقول صباح الفل يا حبيبتي، صباح الخير يا حبيبي، ده خيرهما عند الله. فاللي عايز يروح عند ربنا اقرب الى الله واقرب